السلام عليكم، معكم الدكتور تامر مصطفى شلبي، أخصائي الأمراض الباطنية بمستشفى الأهلية حمدان أبو ظبي. الحمد لله لنا خبرة طويلة بمختلف التخصصات الباطنية، 18 عام في الطب الباطني. الطب الباطني يشمل العديد من الأمراض، أمراض الصدر، أمراض الجهاز الهضمي، أمراض القلب، أمراض الكلى، مختلف النواحي. إذا كان حضرتك عندك أي شكوى بالنسبة للجهاز الهضمي، بالنسبة للصدر، بالنسبة للقلب، بالنسبة للجهاز التنفسي، ممكن حضرتك تزورنا وإن شاء الله إن شاء الله نجد لك الحل إن شاء الله والشفاء إن شاء الله، وشكراً.